الشهيد نفتح دم الشهيد. يا أقصى كوني إرادة، يا أقصى كوني إرادة، كوني سيفا كوني درسا، كوني سيفا كوني درسا، من دروس الانتفاضة، من دروس الانتفاضة، من أرضك طلع الأسود، من أرضك طلع الأسود، زاد الحد وطفح البيت، زاد الحد. أول إشي إحنا هون بدبوري طالعين، أول إشي أول هدف واللي هو الهدف الرئيسي إنه نثبت لهاي الدولة إنه دبوري جزء، إنه الداخل المحتل كله ككل هو جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، اللي إحنا بنآمن إنه الدول الفلسطينية اللي بتمتد من البحر للنهر كامل تراب الوطن. هذا أولا. ثانيا إحنا هون برضه عشان نطلع صوتنا، نلتحم مع أبناء شعبنا، مع في القدس، في الأقصى، في الضفة، في المخيمات، وفي غزة طبعا، غزة الصمود، تحيتنا لغزة. يا فلسطيني علي الصوت، يا فلسطيني علي الصوت، هاي بلدنا وما في سكوت، هاي بلدنا وما في سكوت، سامع يا صهيوني سامع، سامع يا صهيوني سامع، جاي تسكير. احنا نظمنا مسيرة نصرة للمسجد الأقصى بعد كل الانتهاكات والاعتداءات اللي قامت فيها المستوطنين واللي بتقوم فيها شرطة الاحتلال يوميا. أجينا نرفع كلمتنا اللي هي إحنا موحدين في كل الفلسطيني، نصرة للأقصى، نصرة للقدس، نصرة لكل أبناء شعبنا في كل الفلسطيني. طبعا دبوري دورها زي دور أي قرية أو مدينة في الداخل المحتل. إحنا هنا مش داعمين للقضية، إحنا هنا أصحاب القضية، في أي اعتداء أي انتهاك على أي مكان في فلسطين هو اعتداء علينا كلنا، فمن واجبنا انه احنا نطلع ونقول احنا ضد هاي الانتهاكات.